أنا ميا علاوي، أنا سمي حالي بنتصر لكي لأنه أنا عن جد بفتخر بأمي، وقصتي كتير طويلة وفي مثل كتار. عم يسألوني إذا بيي تجوز الخدامة، يعني أنت كنت عنده خدامة، فيك تفسرينه عن قصة الحب أنت والبابا؟ أنا وياسين كنت أنا بشتغل بالشركة تنظيف، هو كان موظف هونيك، حبينا بعض، حبينا مثل روميو وجولييت يعني، تزوج. وبعدين وين مشكلة إذا زوج قدامي يعني؟ ما نحن كلنا خلقت الله. يقبرني مو ذلك، سمعتوا؟ يحبوا بعض، يحبوا بعض. بالشهر الفضيل يحبوا بعض.